احنا حاليا موجودين في اعلى مكان في برج خليفه، ونحن اليوم طبعا اطلقنا ذا لاونج وهو اعلى لاونج في العالم، عباره عن ثلاث ادوار متصله مع بعضها. تبدا من الطابق 152 الى الطابق 154. يقدر ضيفنا الكريم ياخذ راحته ان يتجول في هذه الثلاث ادوار، او اذا حب يكون برع في المنصه الخارجيه ياخذ راحته يستمتع هو اهله او هو اصدقائه. زوار ذا لاونج ات برج خليفه بيعطي الضيف ان يستمتع بوقت اللي هو بنسميه احنا قبل المغيب، او اذا حب يشوف غروب الشمس من اعلى منصه في العالم.